السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وبناء على طلب المشاهدين اللي بعتولي في الكومنتات، هشرح بالتفصيل مكونات الدائرة الكهربائية للثلاجة الباب واحد مع طريقة توصيل كل حاجة منهم مع بعضها. بس قبل ما ابتدي الشرح، يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وإعجاب الفيديو علشان أقدر أقدم لكم كل ما هو مفيد. أهم مكونات الدائرة الكهربائية للثلاجة هما 3 أو 4 مكونات، مش أكثر، حاجة بسيطة خالص وسهلة. ركز معي لنهاية الفيديو هتعرف كل حاجة بالتفصيل. أول وأهم عنصر في المكونات بتاعة الدائرة الكهربائية، لاحظوا إن إحنا بنشرح الدائرة الكهربائية بس دلوقتي، الضغط، أو بيطلق عليه كده بالبلدي يقولوا عليه الماتور، ولكن هو اسمه العلمي الضاغط، واحنا كصناعية بنقول عليه مع بعض الكباس. ده اهم جزء في الدائرة الكهربائية. الجزء الثاني في الدائرة الكهربائية للثلاجة علبة الترموستات. علبة الترموستات بتشمل مجموعة الترموستات، البلد بتاعها اهو، واللمبة، لمبة الإضاءة بتاعت الكابينة، وهذه مجموعة الترموستات. ثالث مكون من مكونات الدائرة الكهربائية والمكون يعتبر الرئيسي، كابل التوصيل بتاع اللي بيوصل الكهرباء من البريزة للجهاز اللي هو الثلاجة. هنشوف بعد كده وهم راكبين وطريقة توصيل كل واحد فيهم على حدة. شوف دلوقتي الأجزاء أو مكونات الدائرة الكهربائية وهي راكبة. هذه علبة الترموستات بعد ما ركبناها، وادي البلب اللي هو بيركب في الفريزر. انا ده شرحته قبل كده، بس انا شايل الفريزر من الثلاجه دي وبفضيها عشان تبقى واضحه قدامكم. علبه الترموستات بتبقى همزه التوصيل بينها وبين الضفيره بتاعت الثلاجه، الاسلاك دي، السكوت ده، هو اللي لما بتركب السكوت ده بيركب في الشيشه، هي اللي بتوصل الكهرباء للترموستات وللمبه. طيب ادي الموتور او الضاغط، وادي كابل الكهرباء. عايزين نوصل الاجزاء كلها مع بعضها. هنشوف ناخد بالتفصيل الالوان بتاعت الاسلاك. طبعا الضاغط او الكمبريسور ليه طرفين توصيل، بيركب طرف هنا وطرف هنا، أو حسب يعني طرف هنا وطرف هنا، وأحيانا بيختلف من نوعية لنوعية يعني. المهم إن هو بياخد طرفين، كل جزء من مكونات الدائرة الكهربائية ليها طرفين عشان تشتغل. ونكمل مع بعض هنشوف، أدي الكابل الكهرباء أهو ليه طرفين، وأدي الضفيرة بتاعت الثلاجة. مكونات الدائرة الكهربائية قلنا الضاغط، وادي ضفيرة الأسلاك، شفنا الترمستات بعد ما ركبت طبعا، وادي سلكين الواير أو الطرفين التغذية بتوع الثلاجة. عادة السلك الأخضر فاصفر ده سلك أرضي، بيبقى مربوط بجسم الثلاجة ومربوط بجسم الموتور، فإحنا أو الضاغط، فإحنا بنستغنى عنه عشان هنا في مصر ما عندناش أرضي. في بعض الدول تاني فيها زي دول الخليج والسعودية طيب قاعدي معايا طرف بني في الضفيرة، ومعايا طرف أسود، ومعايا طرف أزرق. الطرف البني ده طالع لفوق مغذي، مدي طرف للترموستات. طرف للترموستات ليه طرفين زي ما اتفقنا، كل مكون من المكونات دي ليه طرفين، الترموستات ليه طرفين، اللمبة ليها طرفين، الضاغط أو الكمبريسور ليه طرفين، والتغذية ليها طرفين. الطرف البني ده واصل بالترموستات فوق ومدي معاه اللمبه، يبقى كده الترموستات اخذ طرف واللمبه اخذت الطرف. راجع من الترموستات الطرف الاسود ده، الترموستات بيتوصل مع الدايره على التوالي، على التوالي. فالطرف ده مدي الترموستات، فبنوصله مع طرف من الواير كده، ادي طرف سلك التغذيه وادي الطرف اللي رايح للترموستات واللمبه. وراجع من الترموستات اسود بيركب في الكمبريسور
في فردة الأوفرلود أهو، تمام كده. فضل معايا طرف تاني من الكمبريسور وطرف تاني من التغذية، ده البني مع البني. الطرف الأزرق من الواير أو من الكابل أو من طرف التغذية مع الطرف الأزرق، وده طالع لفوق عشان يكمل دائرة اللمبة عشان يدي فردة تاني لللمبة. يعني كده اللمبة دايرتها كملت، وآدي طرف التاني الأزرق مع الكمبريسور. كده الدايرة كملت معايا. السلك الأرضي ده لو في مكان هنا في الكمبريسور بثبته في جسم الكمبريسور كده بالطريقة دي، أو بستغنى عنه خالص بقصه ملوش لازمة لأن إحنا عندنا هنا مفيش أرضي. ده كان بكل بساطة الشرح بتاع دايرة الدائرة الكهربائية للثلاجة الباب واحد وطريقة توصيلها. أرجو أن تكون المعلومة وصلت والكل استفاد. ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو عشان أقدر أوصل لكم كل المعلومات المطلوبة، وشكرا. مع السلامة.